ذي الثلاثة أصابع في الغابة القديمة فقط. هذا الطائر يعتمد على الخشب اليابس الذي هو مسكن العديد من الحشرات. في عش محفور داخل جذع شجرة قديم يتم إطعام الفراخ لثلاثة أسابيع إلى أن تصبح جاهزة للطيران، وسوف تأخذها رحلتها الأولى نحو عالم محفوف بالمخاطر. لكن لا يجب الخوف من الوشق، فالقطط الكبيرة مثله تفضل فريسة أكبر كالشموة أو الغزال. لقد أدى الصيد إلى اختفاء الوشق كليا في النمسا، ولكنه يعود الآن تدريجيا من الشرق عبر الممرات الخضراء كغابات هوتشر. عندما يفوز الوشق بفريسة كبيرة فإنه يخبئها ويعود إليها بانتظام إلى أن يستنفدها بشكل كامل. الزمن لوحده يمكن أن يخبرنا ما إن كان هذا القط الجميل سيحصل على فرصة ثانية هنا. ولكن حتى هذه الحشرات المحاربة تقع ضحية أعداء أقوى. لقد تركت الضفادع مناطق بيوضها خلفها منذ زمن طويل، وهي تتغذى على النمل المنتشر، نظام غذائي رتيب وهادئ. لكن الخنافس الكبيرة تشكل وجبة أثقل. وحتى الآن ما زالت بعض المناطق الخلفية في أوتشر مستعصية على الوصول. يخبئ أوتشر غابة سرية لم تبتر فيها شجرة يوما، عالما بدائيا يقبع تحت مظلة من الأشجار القديمة العملاقة. في هذا المكان المظلم والعفن تغذي جذوع الأشجار الساقطة والمغطى بالطحالب مجموعة من الكائنات الحية. الحزازيات النادرة والأشنة والفطريات والعديد من اللفقريات والثدييات الصغيرة كلها تنمو فيما يسمى بالخشب الميت، عالم صامت من العجائب غير المرئية. وبجانب هذه الغابة القديمة تأسست محمية برية تتمتع بحماية القانون. تبلغ مساحتها 3500 هكتار ويمنع دخول البشر. هذه البرية لن يمسها أحد. لقد أصبحت المحمية مسرحا لعودة مدهشة، فمنذ عقود انقرض طائر جارح نادر في النمسا، بومة الأورال. لكن هذا الطائر النادر قد عاد الآن بمساعدة صغيرة من أصدقائه. لعدة سنوات كانت تتم تربيتها في الأسر قبل إطلاقها في هذه الغابة، والآن ها هي تتكاثر من جديد في البرية. في عمر الأربعة أسابيع تغادر الطيور صغيرة عشها بينما لا تزال غير قادرة على الطيران. لكن الوالدين يبقيانها تحت المراقبة، هذا هو أكثر الأوقات هشاشة بالنسبة إلى طيور المستقبل. ولشهرين آخرين يحتاج هؤلاء المشاة الصغار
إلى رعاية من أهلهم. تبدو الحظوظ جيدة لبومة الأورال بفضل هذا المسكن المثالي والمسالم. بالمقابل وظيفة القوارض الصغيرة أسهل. هناك مناطق صغيرة كثيرة يمكنها الاستقرار فيها، توفر لها الطعام كتوت أشجار العرعر والعديد من الحبوب. تستقطب أعداد الفئران الكبيرة في هذه الغابة الطيور الجارحة كبوم الحظائر التي تراقب من فوق الجرف الصخري ذاته الذي تستوطنه النسور. تغادر مواقع المراقبة مع غروب الشمس وتزور مناطق الغذاء المعتادة لديها. بفضل حواسها المتطورة تنجح في اصطياد حيوانين ثدييين أو ثلاثة أو أربعة كل ليلة، غالبيتها فئران. رغم أن القواعة تتشارك المواطن ذاتها، لكنها لا تثير اهتمام البوم، لذا تعيش بأعداد كبيرة في هذه الغابة المفتوحة. تتحرك بحرية بين الأشجار وتجد الغذاء الطازج، كما تجد الأرانب هذا المكان مثاليا للعيش. تقتات الأرانب والقواعات على توت العرعر، لكنها لا تدمر هذه النباتات بل تساهم بشكل مهم في إنبات البذور. تتفاعل البذور لتنمو عبر مرورها في الجهاز الهضمي للحيوانات الثديية، مما يجعلها عاملا مهما في نشرها. الغابات المحيطة بيوتشر تحتضن العديد من الأسرار. فتحت الأشجار المتشابكة يختبئ المدخل نحو عالم تحت الأرض. هذه المغارة الطبيعية العمودية على عمق نحو 50 مترا هي مكان للظلام. وخلال بضعة أيام فقط في الصيف تخترق أشعة الشمس هذا العالم الغامض بضوء مبهم. ذروة الصيف. لعدة أسابيع يكون أوتشر خالياً كلياً من الثلج. يظهر الجبل الآن جانبه المعتدل. في محيط القمة تجد قطعان الشاموا المراعي الخضراء. في أوائل شهر تموز يوليو تكون الصغيرة منها قوية كفاية للتجول مع أمهاتها، وفي بعض الأحيان تجتمع عشرات الأمهات والصغار في روضة واحدة كبيرة. حتى في المراعي المزدحمة يكون المزاج مسالما، وتتكفل إشارات ضمنية بتحديد المناطق الفردية، قد يكون كافيا أن تظهر جزءا من خاصرتك. تتعلم الصغار أيضا كيف تحدد موقعها في القطيع. إن هرمها التراتبي قد تم تحديده سلفا. يمثل التوت داكن اللون الذي ينمو فيه وجبة ذات سعرات حرارية عالية بالنسبة إلى العديد من الطيور المهاجرة خلال الشتاء. بفضل ثمرة أعياد الميلاد الحلوة هذه تنجح طيور السمنة والطيور الأخرى المحبة للثمار في البقاء.
يبدأ الشتاء في الرحيل، ويطرأ تغيير على غابة العرعر مع اقتراب الربيع. يتقدم الربيع ويتغير شكل غابة أشجار العرعر الموحد والمقفر. تنمو الزهور بشكل جميل ومفاجئ. تنبت السحلبية من التربة وتزدهر ورودها الملونة الاستوائية الشبيهة بالحشرات لتناقض لون العرعر الأخضر المغبر. خلال فترة الازدهار هذه تصبح غابة العرعر موطنا للعديد من الأنواع الباحثة عن مكان للتكاثر. تستوطن طيور القرقف الأزرق شقوق وتصدعات الفروع. أسفل الجبل يبحث عصفور نشيط عن الرحيق في أزهار اللوبيليا. يمكن أن يصل المنقار المقوس الطويل لطائر التمير إلى أعماق تجاويف هذه الأزهار. فعندما يطير من نبتة لأخرى يصبح طائر التمير ملاحقا عرضيا. نمط غابة العرعر بطيء. تنمو الأشجار ببطء شديد لا يتجاوز مليمترا واحدا إلى 3 مليمترات في السنة، وتستغرق غاباتها عشرات السنين لتصل إلى كثافة معينة. من الطبيعي أن يصل عمر أقدم أشجار العرعر إلى أكثر من 1000 سنة. هناك طيور جارحة تعيش بين هذه الأشجار القديمة. الحدائق السوداء. يتولى أحد الوالدين مراقبة الفراخ ويهم الآخر بالانطلاق على عجل. يبحث الأب عن مختلف أنواع الطعام لإطعام الصغار، من ضمنها بقايا الطعام والزواحف والضفادع بالإضافة إلى الجيفة. أخيراً حان الوقت ليتناول النسر الصغير طعامه. يتناوب الوالدان لحمايته من الطقس، لكن حان الآن وقت العشاء. تقوم فراخ النسر بالتوسل وملامسة منقاري الوالدين بإصرار لتشجيعهما على اشترار الطعام المخزن في جسميهما. يتم اشترار الطعام المخزن مباشرة. على مقربة منها يقوم اليمام بجمع البذور لاسترداد طاقته، كما هو الحال بالنسبة إلى الهدهد. تقحم هذه الطيور النقارة مناقيرها في الأرض بحثا عن الحشرات. لا يهدر الهدهد الوقت في تحديد المنطقة التي استوطنها مؤخرا، لكنه لا ينتبه لما يجري حوله. هناك مفترس آخر في مكان ليس ببعيد يطوف خلسة. إنه ابن عرس. وزن ابن عرس أقل من 100 جرام، لكنه قادر على اصطياد القواع والأرانب، رغم أنه يكتفي غالبا بالقوارض التي تناسب حجمه كالزغبات. رماد الجبل. يجب على كل من يعيش هنا أن يتكيف مع الأمطار المتكررة ودرجات الحرارة المنخفضة.
وبينما لا يزال المطر ينهمر كثيرا في الغرب، فإن موسم الصيف يبدو أوضح في الجهات الشرقية الجافة من الجزيرة. وفيما تبدو هذه جنة بدون مفترسات، فإنه يوجد من يقتل هنا. إنه نوع من النمل يسمى جاك جامبر. يلدغ النمل ضحاياه حتى الموت بسم يمكن أن يقتل البشر. الغابة الشرقية الجافة قد تكون تحديا كبيرا في حر منتصف الصيف، يكاد الصيف ينقضي وبحلول الخريف تتهيأ الساحة لطقس عجيب. كل مساء تعود قطعان من الإوز إلى مجثمها، صورتها الظلية عند الغروب دلالة على أن السنة تشارف على الانتهاء. وهناك على الشاطئ تجلب الليالي الطويلة معها مشهدا مذهلا. السنة تشارف على الانتهاء، وفي أعالي الجبال حان وقت مفاجأة أخيرة. هذه أشجار الزان الجنوبية، هذه هي الأشجار الوحيدة في القارة التي تسقط أوراقها خلال الأشهر الباردة. عثر على أشجار تعتبر قريبة لشجرة الزان الجنوبي على بعد آلاف الكيلومترات في أمريكا الجنوبية. هذه اللمحة النادرة من اللون الخريفي تستمر بضعة أسابيع فقط. تدفع الحديقة الغريبة التي ازدهرت خلال الربيع الثمن مع اقتراب الصيف الشمالي. لن يبقى أي أثر للسحلبية الملونة، ولا تبقى الأرض خضراء إلا في المناطق التي يتوافر فيها الماء. تستقطب تقلبات منطقة الحجر الكلسي مختلف الحيوانات خصوصا خلال الصيف. غابة أشجار العرعر هي بقايا غابة أوسع امتدت قبل 7 إلى 30 مليون سنة خلال العصر الثالث.
نجح المتبقي منها في البقاء في أقصى البيئات في القارة القديمة وخلق شبكة حياة قوية ونشيطة. النسور شاهد على قساوة هذا النظام البيئي. خلال الشتاء تضع بيضة واحدة تفقس خلال أسوأ الظروف المناخية، حيث يكثر تساقط الثلج وتصعب ظروف الغابة. يجعلها ذلك أول الطيور التي تتكاثر داخل أوروبا القديمة في السنة التقويمية، قد تفقس أولى الفراخ في يناير. النسر الأسمر هو الوحيد الذي يتكاثر في درجات الحرارة المنخفضة هذه. تركز حيوانات غابات العرعر الأخرى على البقاء فقط. تمتلك النسور السمراء واحدة من أطول دورات التكاثر في عالم الطيور. يقضي الزوج البالغ قرابة 6 أشهر في العناية بالصغير. لحسن الحظ حلت نهاية الشتاء وبدأ الربيع يزدان بألوانه. وصلت هذه النسور المصرية للتو من موطنها الشتوي في إفريقيا. جار آخر في هذه المنطقة الصخرية، إنه نسر صغير ومتخصص يتغذى على فضلات الطعام والحيوانات الصغيرة التي يجدها غالبا بين بقايا الجيف. تسافر النسور المصرية آلاف الكيلومترات سنويا لتتكاثر في هذه البيئة القاسية، حيث تبدو الأشجار وكأنها تنبت من الصخور. يصبح اليحمور وجبة رئيسة مفضلة خلال بضع دقائق. العديد من أزواج النسور بحاجة ماسة إلى الطعام من أجل صغارها، وهذه الفرصة المثالية للحصول على لحم طازج. فالمياه الباردة والغنية بالأكسجين إضافة للحصى النهرية تجعل من هذا المكان الموقع المثالي لكي تضع سمكة فريدة بيضها. فهنا تتجمع أسراب كبيرة من أسماك المنوى من أجل التزاوج. في الأماكن الأخرى باتت أسماك المنوى نادرة، ولكن العديد منها جاهزة للسباحة لأعلى النهر من البحيرة. في طريقها إلى موقع البيض تثير الأسماك بعضها البعض، فهي تحتاج إلى أسراب ضخمة كي تكون في المزاج الملائم. بعد مرور عدة ساعات تكون الإناث جاهزة، وهي تطلق بيضها بين الحصى حيث يلقحه الذكور. وما إن ينتهي الأمر حتى تعود أسماك المنوى إلى البحيرة. يغير الخريف الغابات. ما إن تتساقط أوراق الصيف حتى تتمكن أشعة الشمس من الوصول إلى أرض الغابة من جديد. يحمل الضباب أولى بوادر الثلج. لا يزعج الصمت وقع أقدام أو صوت بشري. الحياة البرية تملك الجبل لها وحدها. في الأسفل بين الأخاديد لا يكون الشتاء بتلك القساوة، ولكن هناك خطر من نوع آخر.
مرارا وتكرارا تتدفق الانهيارات الثلجية مهددة بجرف الحيوانات نحو الأعماق. الحذر مطلوب، وهذا ليس سهلا خلال موسم التزاوج. قد يكون الوعل قد نجح في احتلال الأرض، لكن الفوز بأنثى هو أمر آخر. ما الذي يجعل الذكر جذابا بالنسبة إلى أنثى؟ لا أحد يعلم. الإناث انتقائية جدا، لذا إن قالت لا فهذا يعني لا. من الصعب تقبل ذلك، ولكن لا يمكن عمل أي شيء. يشير خط من آثار الأقدام في الثلج على وجود صياد خفي. الوشق. إنه ذكر صغير مهاجر من الشرق يبحث عن شريكة. يوجد الكثير من الطرائد هنا، وهي تبدو مثيرة للشهية. تغطي ذكور الوشق مسافات واسعة، لذا فإن مناطق فردية بمساحة 400 كيلومتر مربع ليست أمرا غير اعتيادي. كما أن منطقة كل ذكر تتقاطع مع مناطق عدة إناث. وعلامات الروائح تخبره عن الإناث الجاهزة للتزاوج. هذه المنطقة رغم أنها في قلب أوروبا إلا أنها نائية. في منتصف الشتاء تبدو قمة أوتشر مكانا عدائيا ومنعزلا. ولكن حتى في هذه الأوقات هناك حياة هنا في الأعلى. الترمجان. هذه الطيور غير المرئية تقريبا هي نادرة كالوشق. على المنحدرات المشمسة في أعالي جبال الألب الوسطى بعيدا نحو الغرب تشعر طيور الترمجان أنها في موطنها. هذا الطرف الشمالي من الألب بعواصفه القطبية المتجمدة أقل جاذبية حتى بالنسبة لهذه الطيور القطبية. إنها لا تأتي إلى هنا كل عام، فقط حين تكون جبال الألب الوسطى مزدحمة جدا تقوم مجموعات صغيرة منها بزيارة هذه القمة المعزولة. الترمجان هو سيد التخفي. على مر الفصول يتغير ريشه باستمرار لكي يتأقلم مع محيطه. إن تغيير الريش هذا ناتج عن التغيير في طول النهار. حين تغمر أولى أشعة شمس الربيع قمة أوتشر بضوئها الدافئ تبدأ دورة حياة جديدة في حياة الجبل.